طارق العلي من زاري من حسين اللي يرقد في إحدى مستشفيات الكويت بسبب إصابته الأخيرة اللي راح نتحدث عنها أيضا. خلينا نشوف شنو قال طارق العلي يا أيمن حسين. زيارتنا حق هذا الرجال، احنا كل انسان يجينا ضيف عزيز عليه، احنا نقول له انت عند اهلك وبين اخوانك، وعنا ما شاء الله يعني ان شاء الله تكون مباراة حلوه بيننا وبين اخواننا العراق، يعني نفوز شويه. لا 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 هذه هي الروح الفكاهية للفنان طارق العلي والمبادرة الجميلة بزيارة نجمنا وبطلنا أيمن حسين. وألف سلامة لأبو طبر أيمن حسين. أيمن حبيبي سلامات، ويا رب العودة السريعة للملاعب، وأيضا إن شاء الله ترجع للخصوم. خصومك منتظريك يا أيمن، منتظريك تمزق شباكهم. ألف سلامة إلك، ويا ربي إن شاء الله زملائك يعوضون وجودك بالملعب، علي الحمادي، مهند علي، كل اللاعبين إن شاء الله على أتم الجاهزية، وراح يفرحوك ويفرحون الشعب العراقي، وأكيد أمننا بيهم كبير. أيمن حسين تعرض إلى إصابة في مباراة عمان ومن الدقيقة الخامسة وخرج في الدقيقة 85، ولكن هو قدر فعلا الأسد يمشي على جرحه وما يبين به، لأن أيمن بقى متحامل على إصابته الخطرة يعني، وسجل هدف وفاز العراق. هذا هو المعهود على أيمن وكل شبابنا وأبطالنا العراقيين.